يلا ونعم الواكل فيهم. عجبت لكم اخواتاتي واخوتي، ردوا بالكم، حصنوا راسكم بالقران، حصنوا وليداتكم، رقيوا وليداتكم، رقيوا ريوسكم، عاد خرجوا من الدار، حيت كاينين عديان الله كثار، كاينين الناس اللي ما كيخافوش الله، اللي قاطعين ايديهم من رحمه الله. السلام عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله، والله يحفظكم والله يحفظنا من ولاد الحرام وبنات الحرام، والله يبعد عليكم شر الخلق، حيت دابا ولا الشر كيبان ليا كثير. الله يسر والله يحضر السلامه، والناس ما بقاوش كيخافوا الله. حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد كيادي خوه، واي واحد كيادي خوه المسلم، وحسن النصارى واليهود ديال ما عادوناش راه ما يمكنش ناديوهم. حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد كيادي شي واحد وهو ما داير ليه حتى شي حاجه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. هاد الفيديو البنات انا كنت باغي نحطو شحال هادي، دابا تقريبا شي شهر، واختي ما خلاتنيش، كتقول لي صافي بلا ما ديريه، قلت ليها لا خصني نحطو لحقاش بقى فيا الحال، وتاثرت، وربما هادو اللي داروا هادشي يكونوا كيشوفوني لحقاش خصي عاطيه القناه لكاع الناس اللي كتعرف، عاطيها اليوم باش تابوناو معايا وباش يكبروا لي القناه. هاد الناس اخوتي لاحوا السحور على اختي، شوفوا الوقاحه، وشوفوا الناس كيفاش باقيين جاهلين، وشوفوا الناس كيفاش ما كيخافوش الله، وما دايرينش الموت قدامهم، وما دايرينش، ما كيشوفوش ملي كيمشيو مع الميت يتدفن، وملي كيشوفوا القبر كيفاش غادي يتحاسبوا وكيفاش غادي يلقاو الله. والموت ديال الفجعه دابا ولات كثيره، يعني الواحد ما كيمرض ما تي شي حاجه تيقول لك الله يرحمه مسكين مات، سواء صغير ولا كبير ولا خوتي. هاد الناس لاحوا السحور على اختي في الدار، في الدار ديالها وفي الحانوت. هادشي ماشي كذوب، هادشي صحيح وكاين، وغتشوفوه بعينيكم كلشي، غتشوفوه في الاخر ديال الفيديو، غير بقاو معايا حتى تسمعوني شنو غادي نقول، وغادي تشوفوا كلشي في الاخر ديال الفيديو، غتشوفوه بعينيكم، يعني هادشي راه صحيح، ما جناش غير جنا وقلناه وصافي. هذاك النهار انا جالسه دائما كنهضر مع اختي في التليفون، دابا تقريبا شي شهر باش وقع هادشي هذا، وكنبغي نحط الفيديو، كتقول لي اختي لا بلا ما تسجلي بلا ما ديري والو، خليهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. قلت ليها غادي نحطو، بقيت كنقنع فيها، قلت ليها غادي نحطو، ربما يكونوا كيشوفوني في القناه، يعني هادو اللي لحقوا عليك السحور غيكونوا كيعرفوك وكيعرفوني حتى انا، وغيكونوا عندهم القناه ديالي ضروري، حيت اختي بارطاجات القناه ديالي مع كاع الناس اللي كتعرف، كتقول لهم ابوناو مع اختي، ابوناو مع اختي. المهم قلت ليها غادي نقول لهم هاد الهضره هادي باش يشوفوها وباش يسمعوها بودنيهم، ربما يتحرك فيهم واحد شويه ديال الضمير، حيت ما عندهمش الضمير، وكان عندهم الضمير ما يشركوش بالله سبحانه وتعالى، وما ياديوش الناس اللي ما دايرين ليهم والو. كاين حنا كياديونا الناس، يعني كتشوفي شي واحد كيقول فيك شي حاجه ولا كيدير لك شي حاجه ولا سميتو، وما كتاديش عاد، فاش واحد ما داير لك والو وما مأديك بوالو وما واصلكش وكتاديه، حسبي الله ونعم الوكيل، سواء مرأة ولا راجل حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا ضريت من جهه اختي، انا بقى فيا الحال، وانا مرضت معاها، هي مسكينه هذيك الايام مرضات وبقى فيها الحال، وقالت لك انا باش واصله الناس وباش مأديه الناس، ومديها في خدمتها ومديها في وليداتها، وكتضرب في تماره، علاش غادي تسحروا ليها اختي بنتي؟ علاش غادي تسحروا ليها؟ علاش غتلوحوا على السحور باش واصلاكم؟ مقابله خدمتها، مقابله وليداتها، خدامه بعرق كتافها، ما وصلت حتى شي واحد بشي حاجه، مقابله صلاتها. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، والله ياخذ فيكم الحق، الناس اللي داروا هذا الشيء الله ياخذ فيكم الحق في هذا النهار. واحد النهار انايا كنت جالسه مع ليا ما بيا، عيطت لي اختي كتبكي، قلت لها مالكي؟ قالت لي راني كنت خارجه وجيت ولقيتهم لايحين عليا السحور، راشين عليا السحور في الدار. قلت لها ما يمكنش، يمكن غيكون شي واحد طالع السطاح وتقطرت لي شي حاجه من طلع شي سطال ولا شي حاجه وتقطرت لي من السطال ولا هذا، اولا ولادك خارجين وتصفحت لي شي حاجه. قالت لي شوفي هذا الشيء لقيته مرشوش عليا في الدار، ومرشوش عليا حتى في الحانوت ديال الخدمه ديالها، وفي نفس النهار لقاته مرشوش في الدار، ملي رجعت للحانوت لقاته مرشوش عليها في الحانوت، وشافوا التجيران اللي معاها في الحانوت حتى هما شافوا داك الشيء. المهم قالت لي هادشي، قلت لها صبرتها، وقلت لها شوفي اختي ما تديريش في راسك الوسواس، ربما هادشي يكونوا غير الدراري ولا شي واحد طالع في الدروش شي دري صغير وتقطرت لي شي حاجه، ولا حاشاكم شي واحد طالع شي حاجه ديال سميتو للسطح ولا هذا، حيت هي منها السطح ما كيطلعوش كاع الجيران، قليل الجيران اللي كيطلعوا. قالت لي لا ما يمكنش، قالت لي هادشي مرشوش وسميتو. المهم هي هذيك بقيت كنصبر فيها، قلت لها قولي عد بالله مش تراجم، وهادشي غير وسواس وهادي وهادي.
صافي هادي قالت لي راه شيت شويه ديال الملحه في قدام الدار، والحانوت حتى هو هي قالت لي جافيل ومع دارت الملحه رشاتو، قالت لي ربما تكون شي حاجه. المهم حيت هي ما عندها حتى شي واحد عدوها، ما كتقولش زعما شي واحد عدويا غيجي اديني ولا معاديه مع شي حد ولا مداعيه مع شي حد ولا مخاصمه مع شي حد ولا، يعني عاديه، انسانه عاديه كانت. ونقول لكم حقا قبل ما ننسى، دائما في المكان عيط لها كتقول لي راني محيطمه، كتقول لي راني محيطمه ما قادرهش نمشي للحانوت، معايا خدامه عندي حانوت كتخيط داكشي ديال البلدي، راني محيطمه ومدقدقه ما قادرهش نمشي للحانوت اليوم، وقيله ما غاديش نحل، وكنبقى نزعما كنقول لها لا غير سيري وهذاك راه غير العيا وكره غير المرض وهذه، كتقول لي لا اختي انا ما بقيتش كما كنت، ما بقاش في داك النشاط وداك الحيويه، وباغا نخدم وباغا ندير وباغا ندير، وليت غنتكاسله وليت غعيانه وليت غنقلقه ومعصبه. وراجلها حتى هو ما بقاش عنده ديك الحركه اللي كانت عنده، كانوا بخير وعلى خير، كانوا خدامين مزيان هي وراجلها، خدامين غاديين مع الوقت ما عندهمش وما خاصهمش، وخدامين عايشين بخير وعلى خير، كانوا بطوموبيلتهم فين ما رشقت ليهم كيمشيو هما وليداتهم يخرجوهم، كانوا عايشين واحد العيشه بخير وعلى خير، ياكلوا اللي بغاو يلبسوا اللي بغاو. تصوروا فجاه تغيرت حياتهم، تغيرت حياتهم، راجلها ولا كيمشي للحانوت كيضل جالس مسكين ما كيجيبش الله مره، هي كذلك ومثل الحركه غدا وكتعيا، الحانوت ديالها ما بقاتش حامله تمشي ليه، دارها ما بقاتش حامله تدور فيها وتجمعها ودير، كتقول لي اختي انا راه غير بحال مثلا كنكون في داري كنبغي نقضي غير شي حاجه، كيجيني واحد بحال كيجي شي واحد وكيبرك عليا ما كنقدرش ندير حتى شي حاجه، وانا كنبقى نصبر كنقول لها ربما غير عيا وراه كاسل، بعد مرات كيجي الواحد وهادي وهادي وهادي. المهم كما قلت لكم ملي قالت لي على داك الرشان ديال، قالت لي راه شي واحد راشي عليه شي حاجه، بقيت شي 3 ايام ولا معرفت يومين، وانا كنقول لها لا راه غير ما ديري في راسك والو، قلت لها ما ديري في راسك حتى شي حاجه، هادشي راه زعما كاين ما غاديش يكون، وهذا شكون اللي غادي يجي يرش عليك، شكون هذه اللي انتيا معاديه مع شي واحد ما عندك حتى شي واحد معاه شي حساب ولا شي حاجه. المهم داز واحد اليومين وشوفوا باش تعرفوا ربي ملي كيبغي يدير السبب وكيبغي الواحد يفيق يفيق بجنابه، ما تبقاوش اي واحد تيقوا فيه، ما تبقاوش اي واحد تمشيو عنده تاكلوا عنده، ما تبقاوش ديروا يعني ديروا ردوا بالكم، هادشي راه ما نقولش لكم هادشي ولا كيخلع، حيت انا تاثرت بقى فيا الحال. المهم داز واحد اليومين كما قلت لكم ما عرفت 3 ايام، المهم بقينا كنهضروا دائما، هذاك النهار هي تقول لي عرفتي شنو، قالت لي فعلا هذاك راه سحور راه بصح نيت، قلت لها باش عرفتيه، قالت لي حيت جيرانها الباب اللي متكي عليها عندهم الكاميرا، ديال الكاميرا في الباب، علاش باش اللي جا عندهم حيت هما خدامين، اللي جا عندهم كيعرفوا شكون اللي جا عندهم، شكون اللي دق الباب وكلشي. هاكا بنتي سمحوا لي انا عطيت بنتي شي حاجه. المهم هي هذيك قالت لي راني جيراني رجعوا الكاميرا باش يشوفوا الكاميرا، حيت كيخليوها كتصور وكيشوفوا النهار كامل شكون اللي جا عندهم وشكون اللي دق عليهم وكلشي، رجعوا الكاميرا وهما يقولوها ليها، قالوا لها ودي راه حنا شفنا في الكاميرا شي واحده لابسه مرا ولا راجل ولا اعلم. المهم نكمل لكم لحقاش بنتي ما خلاتنيش نصور، قالوا ليها الجيران راه حنا لقينا في الكاميرا تسجيل ديال النهار كامل قلبناه، لقينا شي مرا جات كترش عليك مقازده الباب ديالك وكترش عليك شي حاجه ومغطيه وجهها ومغطيه كامل، واش مرا ولا راجل ولا الله اعلم. وهي تقولها لهم قالت لي ما ودي راه انا لقيت نيت شي حاجه مرشوشه وما بغيت نقولها حتى لشي واحد، وقلت ربما يكون هادشي ماشي زعما ماشي رشان غير شي حاجه، المهم داكشي اللي قلت ليها حتى هي بحال قالت صافي راه يمكن غير انا، هي قلت راه حيت داكشي اللي لقاته في دارها مرشوش لقاته حتى في الحانوت حتى هو مرشوش. ملي دخلوها الجيران وشافت التسجيل وشافت المراه، انا غنوريكم كلشي وغتشوفوا كلشي بعينيكم، شافت المراه ولا راجل ولا الله اعلم، الله ياخذ فيهم الحق وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. رجعوا الكاميرا وشافت كل شيء، داكشي اللي مرشوش داكشي اللي رشات ديك خيتي، وقالت لي مودي انا راني صورته واجي وتشوفوا، عاد قالتها لجيرانها وشافوا داكشي وهذا، وقالوا لها فعلا هادشي راه سحور راه راشين عليك انت كتشوف، يعني كل ما كانوا جيرانها مالك بنت، كل ما كانوا جيرانها عندهم الكاميرا غادي نبقاو شاكين، غادي نقولوا كل ما كانوا جيرانها عندهم الكاميرا غادي نبقاو شاكين، غنقولوا هادشي ما كاينش وغير شي واحد تخوات لي شي حاجه ولا شي دري صغير ترشت لي شي حاجه، فعلا هادشي كاين والله ياخذ فيكم الحق حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وبغيت غير نعرف واش ما كتنعسوش في الليل، واش ما كديروش راسكم على المخده وضميركم كيأنبكم وكتقولوا راه غنمشيو عند الله وغادي نتحاسبوا وغادي نمشيو نتحاسبوا في عذاب القبر، وشوف راه ربي يسمح لكم، ولكن داك الانسان اللي اديتو داك الانسان اللي اديتوه راه ما يسمحش لكم غدا امام الله.
راه ما يسمحش لكم حيت ما واصلكم حتى شي حاجه. هاد السيده خدامه بعد كتافها، خدامه على وليداتها، ما كتأدي حد، ما كتوصل حد. فاش غادي تحسدوها وغادي تلوحوا على السحور؟ فاش غادي تحسدوها؟ غتحسدوها في تماره؟ غتحسدوها في باغا تربي وليداتها بالحلال؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، هادشي اللي غادي نقول لكم. وكاع ما كتشوفوش في هادشي اللي كيوقع دابا، في هاد الامراض اللي ولات، في هاد الازمه اللي ولات في العالم كامل، والناس كيموتوا الامراض وهاد الفيروسات، وكاين اللي كاع ما جاه لا كورونا لا والو مات غير هكاك، كان صحيح بصحه تمات، يعني الموت ولات فجاه. اتقوا الله في ريوسكم وفي الناس، اتقوا الله في ريوسكم وفي الناس. راه الدنيا راه فايته. واش كتقولوا ما غنموتوش؟ واش كتقولوا غنبقاو ديما حيين ما غنتحاسبوش؟ ها حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد كيبغي يأذي خوه. المهم غادي نخليكم دابا مع الفيديو ديال هاد الناس اللي جاوا لاحوا على اختي السحور، غنخليكم تشوفوا كل شيء، ورا اختي وراجلها غيكونوا كيهضروا وغتشوفوا كل شيء بعينكم. انا غادي ندرق واحد شويه واحد الباب ديال الجيران، غادي ندرقه في المونتاج باش احتراما للجيران وصافي. المهم غنخليكم دابا تشوفوا كل شيء وغادي نرجع لكم. انتم اخوتي شوفوا 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 عديان الله اللي ما كيخافوش الله اللي قاطعين يديهم من رحمه الله. شوفوا شوفوا انا دركت الباب ديال الجيران بهذه الصفحه البيضاء، شوفوا كيفاش كترش على الباب ديال اختي. شوفوا هانتوما شفتوا، حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا باش تعرفوا هادشي راه ماشي كذوب، هادشي راه صحيح. شوفوا كيفاش هادي باينه فيها امراه، شوفوا كيفاش كترش، كيفاش هبطات، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. كما قلتي ما غنقيسوش انا دابا، غادي نصورو باش يبقى اكثر من تما تما كاين عشريه هنايا. هاد الفيديو راه عطاته اختي للبوليس، لربما ربما هاد الناس يتشدوا ولا يبانوا ولا شي حاجه. المهم عطات وسلمات للبوليس. ولا يحيطون بشيء من علمي الا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قمت تما ما تحركش حتى نلوح شويه الملح. تا شتيت الباب مرشوش هاو مع دابا الليل ما كيبانش. وراه عاد دخلنا حنا، عاد دخلنا عاد باش ربع ساعه باش دخلنا انا ونسرين سي محمد الحي صبحونا ما كان حتى حاجه. طيما قلتي لي راه غير الوسواس هو راه قيد داكشي حتى قدام المحل. انت دابا راه عاد رش ليا واحد السيكوريتي هنايا سميتو جابيل الماء كله هنا حتى قدام حانوت جاري حتى هويا جالسه تقول لي انت راه غير تسودين مسوده ما كاين لا تسودين لا والو. حسبي الله ونعم الوكيل. دابا راه ما باينش داكشي مزيان. شتي ابو شرف هادي الكل عندي شتي. حسبي الله ونعم الوكيل. المهم شفتوا الفيديو، شفتوا كل شيء، الله ياخذ فيهم الحق والله يعطيهم فاش يتدهاو باش يبعدوا من الناس ويديوها في ريوسهم، ما يبقاوش مقابلين غير الناس، يديوها في ريوسهم. الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. شوفوا راه الدعاوي ديال المظلوم راه كتوصل كتوصل والله حتى كتوصل، وغتاخذوا عقابكم في الدنيا قبل الاخره. بالنسبه للناس اللي غادي يقول لك انا درت هذا الفيديو باش ندير البوز ولا باش نطلع قناتي ولا باش، شوفوا اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. انا هاد الفيديو درته باش نعطي الناس واحد العبره ونفيقهم ونقول لهم ما تبقاوش تثيقوا، ما تخرجوا من الدار حتى تحسنوا ريوسكم بالقران وترقيوا وليداتكم وترقيوا ريوسكم. عاد خرجوا من الدار، الا خرجتوا من الدار وانتم مرقين ريوسكم بالقران ومضين ومصلين حتى شي حاجه ما تلوطكم، واخا تلقاو شي حاجه مرشوشه واخا شي واحد يشوف فيكم بعين خايبه حتى شي حاجه ما تلوطكم، حيت الله سبحانه وتعالى الحمد لله مهبط علينا القران اللي هو فيه بزاف ديال المنافع لينا. كيحفظنا من العين، كيحفظنا من السحر، كيحفظنا من بزاف ديال الحوايج. وهاد اختي اللي رشوا عليها السحور، هاد عديان الله اللي رشوا على اختي السحور، راه ما عندكم ما غادي نتصوروا. اختي الحمد لله مضيه مصليه مقابله خدمتها، كتخرج من الدار حتى كترقي راسها بالقران وحتى كتحصن وليداتها بالقران. هي دائما كتقولها ليا، كتقول لي شوفي اختي ملي تبغي تخرجي من الدار قراي على
ولي على بنياتك، سورة الفاتحة والمعوذتين، آية الكرسي، هادو راه كافيين، قريهم عليهم ثلاثة المرات ثلاثة المرات، وخرجي مضي ومصلي، وراها ما غاديش تأديك حتى شي حاجة، وما غادي تلوطك حتى شي حاجة. يعني نتوما راه كتخسروا غير مع الله هاد الناس اللي كيأديو اختي وكيرشوا عليها السحور، راه غتخسروا غير مع الله ومع العبد، وما غادي ديروا حتى شي حاجة. علاش متابعينا؟ علاش تابعين؟ بغيت نعرف. تابعين عندها الديور، عندها الفيرماز، عندها المجازات، عندها الشركات، اشنو عندها؟ ما عندها والو، الحمد لله عندها صحيحتها، وعندها ديك الصنيعه اللي عطيها الله، ديك الصنيعه اللي عطيها الله باش معاونه راجلها وكتكبر وليداتها، هذيك حتى هي ربما حازينها عليها حشومه وعيب وعار. تقوا الله في ريوسكم، اول حاجه تقوا الله في ريوسكم. هاد الناس اللي كتسحروا الناس وكتمشيو ترشوا عليهم، تخسروا وقتكم وفلوسكم، كتمشيو ترشوا على الناس السحور وتسحروا ليهم، تقوا الله في ريوسكم. سيروا حتى نتوما يتعلموا لكم صنعه، ديروا شي حاجه اللي غتلهيكم غترجع لكم بالمنفعه، شي حاجه اللي غادي تطلع منها الخير، مع الخير ديروه في ريوسكم ومع الله، ما تبقاوش مقابلين غير الناس وكديو في الاثم. حشومه هادشي، راه حشومه هادشي، راه ما يبغيه لا ربي ولا عبده. وحسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس اللي كيأديو الناس، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. المهم متابعين ديالي، هادشي هذا راه يعني تعصبت انا، داكشي علاش درت هاد الفيديو، بغيت نقولها لكم حتى نتوما باش تردوا بالكم وباش تحصنوا وليداتكم بالقران وترقيوهم وترقيو وليداتكم عاد تخرجوا من الدار. يعني سهله، ايه الكرسي، المعوذتين، هذا سورة الفاتحه، كتقراوهم على وليداتكم وتخرجوهم باذن الله، ما تلوطهم حتى شي حاجه. المهم يلا اخواتاتي، غادي نقول لكم السلام عليكم، وحدي وريوسكم. شوفوا الناس راه ما بقاتش اش نقول لكم، ولا عندها واحد الجهل في العقل ديالها، ما فهمتش كيشوفوا زعما هاد الشيء اللي كاين، هادشي اللي داير في العالم، هاد الفيروسات وجات كورونا والناس كيموتوا فجاه والعالم كله تأزم والدنيا غاده بالمقلوب، ورغم ذلك وما بغاوش يتقيوا الله، وما بغاوش يديوها في ريوسهم، وما بغاوش يتوبوا لله. حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي اللي غادي نقول. يلا خواتاتي بسلام عليكم، حضيو رياسكم، عدي الله راه كثار، عدي الله ولا موجودين، وحنا ما كان اديو حتى شي واحد، والله ياخذ الحق، هادشي اللي غنقول. يلا بسلام عليكم، خليتكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.